كسور جسم عظم الفخذ عند الأطفال. عظم الفخذ هو أكبر عظم في الجسم، يمكن تقسيمه عند الأطفال تشريحيا إلى عظم الفخذ القريب المكون من رأس الفخذ وعنق الفخذ والمدور الكبير والصغير، وجسم الفخذ وعظم الفخذ البعيد المكون من اللقمتين الأنسية والوحشية. يعتبر جسم عظم الفخذ الموقع الأكثر شيوعا لكسور الفخذ عند الأطفال، وهو يمثل حوالي 75% من جميع كسور عظم الفخذ و2% من جميع كسور الأطفال. غالبا ما ترتبط آلية الإصابة بعمر المريض. بالنسبة للرضع والأطفال الأصغر من 4 سنوات، يعد السقوط وسوء المعاملة الأسباب الرئيسية لكسر جسم الفخذ. تبقى الصدمة المتعمدة سببا مهما لكسور عظم الفخذ لجميع الأطفال الأصغر من 4 سنوات، وتستدعي الشك لدى أولئك الذين ليس لديهم تفسير معقول لإصابتهم، خاصة إذا حدث الكسر قبل سن المشي. بالنسبة للأطفال في سن المدرسة، يبقى السقوط هو السبب الرئيسي. في هذه الفئة العمرية، حتى الإصابات البسيطة نسبياً كالسقوط من ارتفاع منخفض أو السقوط أثناء الجري قد تؤدي إلى كسر في جسم الفخذ. عند الأطفال في سن المراهقة، حوادث السير والإصابات الرياضية تمثل سبباً لغالبية كسور جسم الفخذ. المرضى الذين يعانون من حالات مؤهبة كتكون العظم الناقص أو Osteogenesis Imperfecta أو الأسباب الأخرى لهشاشة العظام المعممة كالشلل الدماغي أو حالات عصبية عضلية أخرى، أو مرضى أورام العظام السليمة أو الخبيثة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بكسور جسم الفخذ. يمكن تشخيص معظم كسور جسم الفخذ عند الأطفال عند المراجعة. سيعاني الطفل من ألم موضعي وتورم فوق جسم الفخذ المكسور. عادة ما يكون هناك تشوه واضح وقصار مع أو بدون فرقة عند الجس. يجب فحص الجلد بعناية بحثاً عن علامات الكسر المفتوح. يجب أن يبحث الطبيب عن علامات لكسر عظم الفخذ القريب كالألم في مفصل الورك مع أو بدون وضعية الساق المميزة حيث تدور خارجياً، لأن كسور جسم الفخذ قد تكون مرافقة لكسور عظم الفخذ القريبة. يجب أيضاً أن يشمل التقييم السريري للطفل المكسور الإصابات الأخرى المرافقة والمهددة للحياة عندما يكون السبب صدمات شديدة كحوادث السيارات. كما هو الحال في جميع الكسور، من الضروري إجراء فحص عصبي وعائي دقيق بعيداً عن موقع الكسر قبل وبعد التجبير للتأكد من أن الكسر المتبدل لم يلحق الضرر بالأعصاب والشرايين. تعد الصور الشعاعية البسيطة الأمامية الخلفية والجانبية لكامل عظم الفخذ المصاب من مفصل الورك إلى مفصل الركبة ضرورية لرؤية الكسر وتوفير المعلومات عن موقع الكسر، شكله، التزوي، حجم التبدل، وجود التفتت، ومدى التقاصر. نظراً لأن كسر جسم الفخذ قد يترافق بكسر عنق الفخذ خاصة في حالات الصدمات الشديدة، فإن التصوير الشعاعي الواضح لعنق الفخذ أمر إلزامي. يجب أن يخضع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 2 عامين والذي يشتبه في تعرضهم لإساءة المعاملة لمسح شعاعي شامل لتقييمهم بحثاً عن إصابات عظمية أخرى. العلاج: قد يؤدي وجود كسر مفتوح إلى تغيير خطة العلاج بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع مرضى الصدمات الشديدة إلى علاج غير جراحي حتى تستقر حالتهم. بالنسبة للأطفال مع كسر معزول في جسم الفخذ وليس لديهم أي إصابة خطيرة أخرى، يكون التدبير الأولي تسكين الألم وتثبيت الطرف. أما التدبير النهائي يتفاوت من التثبيت بالجبس وحتى العلاج الجراحي المفتوح. بشكل عام يعتمد العلاج إلى حد كبير على عمر الطفل. عند الأطفال حديثي الولادة، تشكل لفافة القطن الناعمة وخافض اللسان جبيرة لطيفة ذات حجم وطبتين مناسبين. يستخدم حزام بافليك في علاج كسور جسم الفخذ لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 أشهر وحتى عمر 6 أشهر. عادة ما تشفى الكسور في هذه الفئة العمرية خلال شهر دون حدوث مضاعفات طويلة الأمد. يتم علاج الرضع الأكبر سناً والأطفال الصغار أقل من 5 سنوات باستعمال البنطال الجبسي. يلزم إجراء رد مغلق تحت التخدير في حال الكسور ذات التزوي الذي يزيد عن 10 درجات. نظراً لأن عظام الطفل تنمو بسرعة، فلا يحتاج الطبيب إلى رد القطع إلى وضعها المثالي عند تركيب الجبس. ستنمو العظام وتتعافى مرة أخرى إلى شكل أقرب إلى الطبيعي. عندما يقوم الجسم ببناء عظم جديد مع مرور الوقت، يحدث تصحيح أو استقامة تلقائية أثناء النمو، وهو ما يسمى إعادة القولبة.
بالنسبة للكسور مع تقاصر كبير أكثر من 2 سنتيمتر، يجب إجراء شد جلدي بضعة أسابيع باستخدام وزن يعادل 10% من وزن الجسم للتقليل من فرق طول الساقين الذي قد ينتج عن التقاصر، ثم التجبير ببنطال جبسي لاحقا. في معظم الحالات يمكن تحويل الطفل إلى البنطال الجبسي بعد 3 أسابيع من الشد. يبدأ البنطال الجبسي من الصدر ويمتد حتى أسفل الساق في الطرف المكسور. قد يمتد الجبس أيضا إلى أسفل الساق غير المصابة أو ينتهي عند الركبة أو الورك. بشكل عام يبقى الأطفال في الجبس لفترة تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع. عند الأطفال الذين تتراوح عمرهم بين 6 إلى 10 سنوات، يعتبر رد المغلق والتثبيت بأسياخ مرنة داخل نقي العظم هو العلاج المفضل في حالات الكسور الثابتة ووزن الطفل أقل من 50 كيلوغرام. يستخدم عادة مثبت الركبة أو جبيرة لبضعة أسابيع لمنع حركة والحفاظ على راحة الطفل. في معظم الحالات تكون فترة الاندمال من 10 إلى 12 أسبوع ونزيل الأسياخ بعد 6 أشهر إلى السنة. إن الصفائح العابرة للكسر تلعب دورا مهما في منع حدوث قصر في الطرف، وهي العلاج المناسب في حالات الكسور المفتتة بشدة وبالتالي غير الثابتة ولدى الأطفال الذين يزنون أكثر من 50 كيلوغرام. بعد سن 11 عام سيسمح قطر عظم الفخذ بالتثبيت باستخدام مسمار نخاعي مقفل صلب، وهو العلاج المفضل. عند الأطفال صغار السن يرتبط المدخل التقليدي للمسمار النخاعي ضمن الحفرة الكمثرية باحتمال قليل ولكنه مهم من تنخر وتموت رأس الفخذ. نتيجة لذلك يتم استخدام المدخل عبر المدول الكبير حتى يتم الوصول إلى نضج الهيكلي. عند المراهقين بمجرد نضج الهيكل العظمي نستعمل مدخل الحفرة الكمثرية التقليدي بأمان. تستخدم المثبتات الخارجية في حالات الردود المتعددة أو الكسور المفتوحة أو وجود إصابة عصبية وعائية تحتاج إصلاح أو الكسور القطعية أو المفتتة بشدة. عادة ما يحدث شفاء كبير لكسور عظم الفخذ بعد 6 أسابيع من العلاج الجراحي.